بتساعد بعض الأفلام المصرية للمشاركة في مهرجان كان السينمائي خلال دوئته المقبلة، والأفلام دي هي الأصليين للمخرج مروان حامد، ومن بطولة ماجد الكدواني ومنى شلبي وخالد الصاوي وكندة علوش، ومن تأليف أحمد مراد. والفيلم الثاني اللي هيكون معانا هو الشيخ جاكسون إخراج عمرو سلامة، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وبسمة وإنتاج محمد حفظي. ومن المقرر أن تحضر إحدى شركات التوزيع الأوروبية الكبرى إلى مصر خلال الأسبوع ده لمشاهدة نسخة العمل الخاصة بالعملين قبل تقديمهم رسميا للمهرجان اللي هيقام في مايو المقبل.